سكوديت ومازلنا متواصلين مع بعضنا حتى للأربعة، والآن في متابعة للأدوار الربع النهائية في دفعتها الثانية. نحكي على مباراة القمة في أولمبي رادس، مباراة ماهيش ويكلو لكن تظهر وكأني ويكلو، غياب جماهيري خاصة نحكي على جماهير الترجي الرياضي التونسي، أنه هو اللي يستضيف، وتم السماح ب 22800 تذكرة للمباراة هذه. مازال التعادل السلبي 0-0، يظل لي أحسن تحضير للفينال تشامبيونز ليج الترجي. مباراة مهمة فيها لونجو، فيها رهان انك باش تترشح، وضد فريق محترم برشا اللي هو الاتحاد المنسيري. يظهر لي قبل زاد الاسبوع القادم يواجه النجم الرياضي الساحلي الترجي في سوسه، وكاني بيه تيست باهي للوداد البيضاوي، ترحل برا مع الاتوال في سوسه، وهذا ترح في رادس مع المستير كوب. معناها جات مواتي للمعين الشعباني كامل. بالطبيعه هو اول حاجه الفريق باش يقعد في مستواه الباهي يلزمه ديما فما كومبيتيسيون. يظهر لي المقابله نتاع اليوم ضد اتحاد المنسيري اللي يعتبر مفاجاه، وقاعد هو بعد من اللي اخذ مقاليد الفريق لسعد الدريدي قاعد يتحسن، وشفناه معناها عمل مفاجآت في التنقلات خاصة البرة. يظهر لي اليوم بالنسبة للترجي يلعب مع فريق يعرف يلعب اون ديبلاسمون، فهمتني، يلزم الرهان الكأس يكون معناها رهانات الترجي يلعب على القاب الكل. وثاني حاجة المقابلة اللي شي معناها بعد الماتش هذا عنده ماتش في سوسة، سي تحضير للدور النهائي نتاع الشامبيونز ليج، حتى الأسبوع اللي بعد يلعب فينال شامبيونز ليج. والله أنا مادام فما شامبيونا وفما ماتشوات فما ريتم، فما ريتم، ما تخافش على الفرق التونسية، حتى الوداد في ريتم. على خاطر نتفكروا النجم وقت خسر الفينال مع الأهلي، على خاطر معناها ما لعبش مقابلات لمدة أكثر من نصف النهائي وقتها، المباراة الشهيرة هذيك. أما أوتوماتيكمون ما دام فما كومبيتيسيون، فما فورما، وفما ريتم، والملاعبية يبدأوا جاهزين لكل التحديات. اتحاد المنستيري حميدة يظهر لي قادر كيف باش نقولوا يحدث المفاجأة، لأنه باش يواجه في فريق كبير اسمه الترجي الرياضي التونسي، لكن على المردود الممتاز للفريق في المدة الأخيرة يظهر لي قادر أنه يحقق نتيجة إيجابية اليوم، وعلاش لا يترشح للدور النصف النهائي. شوف الاتحاد الرياضي المنستيري في نسخته جديدة، نسخة لسعد الدريدي، شفنا اتحاد المنستيري آخر تحسن المردود نتاعه وتحسنت نتائجه، ودايور نذكره منيح في البطوله وقت اللي كان الاتحاد المنستيري اخر معناها متواجد في ذيل ترتيب الرابطه المحترفه الاولى، وكيفاش عمل خطوه عملاقه وبعد عن المرتبه هذيك بفضل العمل الكبير صراحه اللي قام به المدرب، ورغم انه معناها ما جاتش ثمره العمل ما جاتش بسرعه، يعني فما صبر كان معناتها من طرف المدرب وحتى من طرف الهيئه المديره للاتحاد الرياضي المنستيري اللي صبرت على النتائج في قناعة منها أنه النتائج باش تجي، لأنه تعرف شنو الكاليتي متاع الخدمة اللي قاعد يخدم فيها لسعد الدريدي، وسورتو الانسجام اللي ما بينه وما بين المجموعة اللي قاعد ينشط معها الاتحاد الرياضي المنستيري. ما ننساوش الاتحاد المنستيري انتصر على النادي الرياضي صفاقسي في صفاقس بالذات ثلاثية ثلاثة بلاش، يعني الفريق اللي يعرف يحسن اللعب خارج ميدانه اتحاد بنقردين في بنقردين كذلك في بنقردين في الكأس. دونك الفريق هذا يلزم الترجي الرياضي التونسي، يعني ما نتصورش كان الترجي ما عادش العدة للفريق واللقاء هذا، يعرف انه اللقاء باش يكون لقاء صعب وصعب للغاية. انا نقول اللي شوف انت بقبيس سألت كمال سؤال على بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، حبيت جوست فما الناحية وحيدة برك ربما يخاف منها الترجي الرياضي التونسي، صحيح انه حجم المباريات هذية تحضروا لمباراة نهائي شامبيونز ليج، لكن نقطة برك يخاف منها هي الإصابات. نقطة في لقاءات كين هذه وقت اللي يكثر فيها لونجو وتولي فيها الاحتكاك برشا وبرشا كلي ديوال تنجم تجيها مخالفات. تو مثال على ذكر المخالفات، شفنا معناها تدخل عنيف من كوليبالي تو قبل معناها في لقطة على لاعب اتحاد الرياضي المنستيري، بون الحكم أعطاه مخالفة، يعني تنجم في بعض التدخلات يعني تصير إصابة. كما قلت
نعرفوا اللي طه ياسين الخنيسي توا مصاب في الترجي الرياضي التونسي دونك تقتضي الراحه 10 ايام دونك الحمد لله انه يخلط على الفينال الشامبيونز ليج لانه الترجي محتاج كل لاعب في الفريق. شفنا الغيابات اثرت نوعا ما على الترجي في مباراه الذهاب في ضد مازيمبي معناها شفنا ضربه البدري من بعد ضربه الهوني معناها الاسبيرونس تويكا اللي كانت عنده قوه هجوميه بالضبط واليوم نشوفوا امين حتى معناها عوده على التعويل على ايهاب المباركي على الرواق الايمن مع دخول سعد بقير منذ معناها البدايه وظهر معناها الغايه هو اللعب الهجوم والهجمه المنسقه بما انه سعد بقير هو اللي معناها اللي يخرج الهجمه هذه وينسقها هو اللي يصنع اللعب دونك يصنع اللعب دونك الترجي الرياضي التونسي راهو اجمالا عنده افكتيف كبير دونك ينجم معناها حتى في غياب بعض اللاعبين يلقى الحلول الكفيله وشفنا المسكيني شفناه في عديد من الادوار في الترجي الرياضي التونسي اللي لعب حتى ظهير ايمن يعني عنده حلول معين شعباني دونك ونحن اللي نتمناو انه نشوفوا الحاجه الباهيه زوج مدربين تونسي شبان نحكيوا على الاسعد ومعين في وقت من الاوقات مش بعيد برشا كانوا مازالوا يلعبوا معناها الاسعد انت يظهر لي عندك الحنين الاسعد اكثر من معين كمان انا الاسعد رانيت ونعرفوا معناها الباركور نتاعو ربي معاه معناها عنده بيرسوناليتي قويه على خاطر كان كابيتان هو اي ممكن كان عنده شخصيه اللي عمل تجارب مع برشا فرق في تونس مع سي بي مع نادي الصفاقسي مع خاتي معناها الملعب التونسي اللي معناها هو كتجربه ملاعبي كان ديما يلوج على المغامرات وعمل معناها تجربه خارج تونس معناها الاسعد عنده شخصيه اللي ديما يصدم ومن لا شيء يوصل للهدف نتاعو نفس الشيء في عمره صغير مازال غامر وخذا جمعيات وتعب معاهم وصبر والحمد لله معناها قاعد يمشي رغم اللي معناها ممكن انا نقول الاسعد قلقته خروجه من نادي الصفاقسي اللي ما كانش في معناها في ظروف طيبه مع انه كانت النتائج ممتازه مش خايبه مع نادي الصفاقسي ربي يهدي اللي كان سبب على خاطر ديما الطريق راهو فما عثرات وهذيك الكره اي صاحب صنعتك عدوك والناس تحفر لك وواحد مي نحن نحبوا ديما جينيراسيون جديده نتاع مدربين نشوفوا معين في اوروبا الناس الكل تو تحكي على اليوفي واليجري قال لك صاي اخر موسم مع اليوفي مرتين ما يحققش الشامبيونز ليج جي تشوف اليوم اليجري توافق اليوفي هيئه اليوفي انه باش يكمل مع جوفانتس معناه قال لك ممكن نحن نعملوا الانتدابات نحن نتحملوا مسؤوليه الانتدابات والمدرب حقق البطوله مع اليوفي حقق نتائج طيبه في الشامبيونز ليج يكمل والاتجاه ماشي انو اليجري يكمل انا اعطيك انا معناها سكوب على المقابله نتاع اجاكس الاخرانيه والديسيبسيون اللي صارت معناها شوف الفريق شنو عمل تحاليل نتاع مقابلة معناها عاودوا تفرجوا فيها وقاعدين يعملوا في دراسة على سبب الهزيمة اللي صارت نتاع أجاكس في وش يخدموا تحسين الناحية الذهنية نتاع الملاعبية من الأصناف الصغرى على خاطر قالك السبب نتاع الهزيمة يكون أكثر منه ذهني من وقاعدين يخدموا فيها هو اكثر منه ذهني علاش خاطر جاكس سنين ما ربحت حتى ماتش في امستردام ماتشاتها كل ربحتهم البر مع الريال خسرت في امستردام ربحت اربعه البر مع اليوفي تعادلت في امستردام وربحت اليوفي في تورينو ومع توتنهام تربح توتنهام في توتنهام وتخسر معاه في امستردام يعني فما مشكل انه فوق ارضيه ميدان ويلقى اشكال يدرسوا فيها باش يصلحوها وهذيك الخدمة معناها شاهدنا نحن نوصلوا نهار معاش نخموا الضحية الأولى ديما المدرب مشكلتنا كان في المدرب حتى العقلية العربية هذه مش كان في تونس العقلية العربية أنت تشوفها حتى في البي اس جي رئيسها عربي كل عام تشوف انترنور في البي اس جي وعلى ذيك البي اس جي تو ما عملت بروجي نتاع انها تهز الشامبيونز ليج كل عام مدربها مره انشيلوتي ومره امري ومره مدربين كل مره من بطوله على كل 0-0 هي النتيجه في مباراه الترجي والاتحاد المنستيري في 13 دقيقه 15 دقيقه اتحاد بوسيل ملعب القيبسي مازال تعادل 0-0 ملعب القيبسي
بين المطرقة والسندان، ما بين ضمان البقاء وما بين فرصة أنه يلقى روحه في نصف نهائي كأس تونس. تشوف أنه الملعب الجابسي باش يلعب الكل في كل، خاصة وأنه تنتظر في مباراة هامة في البطولة كمان. بالطبيعة هو المقابلة خاطر برشا يقول لك نحن الكاس ماهيش أولوية، لكن مع فريق في رابطة الهوات معناها فرصة باش تلقى روحك اون دومي فينال. معناها الملعب الجيبسي ومع مراد العقبي ديما عنده طموح أكثر ما يمكن يمشي في الباركور نتاع الكور نتاع الكوب. الوضعية صعيبة نتاع الملعب الجيبسي، لكن يظهر لي أنا مقابلة اليوم ماهيش تأثر على المسار نتاع عملية الإنقاذ اللي قايم بها مراد العقبي. نتمناو لهم التوفيق بور ان ماتش دو كوب، كيف ما نتمناو الجابس باش تفوز، نتمناو الاتحاد بوسالم اللي يمثل فريق وجهة في الشمال الغربي اللي عندها في تاريخها أول مرة، وهذا يكون عنده انعكاس كبير على المنطقة وعلى يظهر لي أنا الاستاد راهو معناها هو ما عندوش عدد كبير نتاع محبين، لكن الجهة كل معناها الديار وكل راهو مركزين من أحسن نوعية العشب راهو الموجودة، مع أنه الخبير الفرنسي دانيير مو اللي يعمل في دورة تو على استاداتنا شكر تيران جندوبة وبوسالم وباجة معناها شمال الغربي رادس عجبه زادة، ما عجبوش جابس، ما عجبوش يظهر لي ملعب صفاق زادة قال فيه إشكال. دونك شوري قيمة البنية التحتية الموجودة، لكن مانيش مستثمرين طبيعة التربة لا مانيش مستثمرين حتى نوعية الشمال الغربي الكليما هي بلاد الشمال الغربي هي بلاد الحبوب معناها اكثر مانيش مستثمرين. علاش جبت كمال هكا؟ خاطر مانيش مستثمرين الملاعب هذيا، ملعب باجة، ملعب جندوبة، ملعب بوسالم، معناها حتى المنظر نتاعهم الطبيعة اللي موجودة فيها ذكرنا حتى بملاعب في اوروبا معناها نتاع ليزونترينمون مزيان برشا فرق نتاع الشمال مزيان برشا حتى الفرق نتاع الشمال الغربي ما عادش توا كانت بيجا كانت الكيف طلعت جندوبه شوفهم توا ما عادش فما ما عادش معناها ما فماش توا انت حتى معناها ما فماش حتى حظوظ نتاع فريق من الشمال الغربي يراهن على الصعود للرابطه حتى في الرابطه الثاني ما فماش معناها بخلاف بيجا في المرتبه عندك جندوبه كيف التروا سليانه تحت نحكي في الرابطه الثاني مع شمال الفرق اللي تنافس من اجل الصعود بيجا شنو شوي جندوبه الرياضيه بعيده سينو اولمبيك الكيف عنده مده في رابطه الهوات مستوى اول بوسالم من اولها ديما نعرفها في الرابطه الثالثه وياما خرجوا ملعبيه شمال الغربي ياما خرجت ملعبيه ومدارس كرويه راه كي نحكيو مش كان الاولمبي البيجي شمال الغربي خاطر الناس ديما شمال الغربي الاولمبي البيجي لا اولمبيك الكيف اتحاد بوسالم جندوبه الرياضيه سليانه الفرق هذيا قاعده ديما تخرج الملعبيه واكبر دليل هو الاولمبي البيجي نذكروه في المفاجآت نتاعو في الكأس وصاحب زوز كؤوس مرتين كأس تونس. زاد نحكيو على الجندوبة الرياضية اللي في موسم من المواسم تألق في الرابطة المحترفة الأولى في صعوده. عندك الكيف تاريخ كبير خرج ملاعبية كبيرة مراد الشيب نخلط على بيشة والعيان كان من إبراهيم كان اول معناها حضوره في الرابطه الاولى كانت عنده ملاعبيه كبيره كان حارس مرمى زويتا كان ابراهيم الشيخ بن ابراهيم كانوا برشا اللي نعرف جلال العوني كان اسامي كبيره وكانوا حتى النادي الافريقي كانت تمول برشا ملاعبيه والترجي تاخذ ملاعبيه وكان مراد الشابي في الترجي كان لاعب فما لاعب اخر عماد العياري كان منير جيز اللي معناها ابراهيم الشيف منير جيز معناها كان لو كان مش الاصابه كان ينجم يعمل باركور دان جران جوور مي وان شاء الله علاش ليه نهار ما نرجعوش كمال وحميده نشوفوا الفرق قضيه ترجع تشد بلاصتها ترجع مش معناها راهو الفرق الاخرى اللي موجوده تو ما تستاهلش مي فما شارم فما نكهه نتاع الفرق هذيا اللي غابت برشا تو كي نحكي اولمبي البيجي مدرسه كيما الاولمبي البيجي سنوات ما حتى عملناه لعبت من اجل تفادي نزول رابطه الهوات يعني الاولمبي البيجي لولا القانون اللي تبدل نحكيه زاد على فرق اخرى ما نبعد على الشمال الغربي نحكي على السيوتي نحكي على الرلوي نحكي
على الفرق هذيا اللي ديما كانت تمول في الأندية الكبرى وفي المنتخب الوطني التونسي. على كل 0-0 هي نتيجة موجودة في رادس وموجودة في بوسالم بين الترجي والاتحاد المنستيري واتحاد بوسالم الملعب الجيبسي. نحن ما زلنا متواصلين مع بعض.